للمزيد حول قرار الشركة الوطنية للطيران المدني ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جمال رائف. سيد جمال، يعني بعد التحية، يعني بداية، كيف ترى إذن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى بورسودان؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. يمكن هذا القرار بياتي في اطار الدور الممتد والمتنوع في الحقيقه والذي يشمل كافه الاصعده لدعم السودان الشقيق. الدوله المصريه بتسعى بكل قوى ان تدعم الاستقرار الداخلي السوداني وتمد يد العون والمسانده للاشقاء في السودان، وبالتالي يعني تدشين هذا الجسر الجوي وبدء الرحلات الجويه من القاهره لبورت السودان بالتاكيد سوف يساهم في نقل حركه الركاب وايضا البضائع، مما يخفف ايضا من يعني معاناة الشعب السوداني ويسهل فكرة اتصاله مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وبالتالي هي خطوة مهمة للغاية أقدمت عليها الدولة المصرية في إطار دورها المتواصل الداعم لمساندة الأشقاء في السودان، خصوصا أن هناك في الحقيقة كما قلنا تنوع في هذا الدور سواء على الصعيد السياسي الدبلوماسي الإنساني، والآن أيضا نرى خطوة جديدة من خلال يعني تدشين هذا أو عودة الحركة الطيران مجددا من القاهرة لبورت السودان، وبالتالي هي خطوة مهمة للغاية في هذا الإطار. نعم، من وجهة نظرك ماذا يعني قرار السودان بفتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه منذ الأحداث الأخيرة؟ يمكن هذا القرار بيؤكد ان هناك هدوء نسبي في هذه المنطقه وان هذه المنطقه الان تحت السيطره وهناك قدره من الجيش السوداني على فرض السيطره والاستقرار في هذا النطاق الجغرافي، وهذه ايضا رساله مهمه للخارج وللاقليم ان السودان قادر على التعافي من الازمه الحاليه وحركه الطيران وعودتها وهذه المبادره المصريه يعني بتسيير حركه نقل جوي الى بورت السودان ايضا بترسل رساله مهمه ان السودان على الطريق الصحيح لديه القدرة على التعافي السريع، وهذا ما نأمله وما نتمناه، خصوصا أن الجهود الدبلوماسية الآن والسياسية بالتأكيد بتسير بخطى ثابتة نحو هذا الإطار، مع وجود طبعا قمة دول جوار السودان وغيرها من الخطوات التي يعني بتقوم بها الدولة المصرية مع دول الجوار والمجتمع الدولي والإقليم. جزيل الشكر الكاتب الصحفي جمال رائف، كنت معنا عبر الهاتف.